الديفنس عندنا في مشكلة، وقلنا طبعا المشكلة كذا مرة، المساحات بينهم ده كبيرة، حقيقة. التنسيق مش واضح، أنا مش فاهمة هو ظهره قدام ولا ظهره ورا، تحس إن هو مش عارف، هو عايز يلعب 360 درجة ومش عارف إن هو يعملهم. ماذا تريد من الدفاع غدا؟ تقول لهم إيه؟ عايز انه إيه من يرجعوا الدفاع؟ لمستواهم الطبيعي. يعني محمد عبد المنعم انا بالنسبه لي مفاجاه البطوله. محمد عبد المنعم كان جاي البطوله دي بشكل سلبي يعني. بطريقه سلبيه. محمد عبد المنعم عنده احسن من كده بكتير جدا. طبعا يعني انا الناس هو بتحمل تسبب في ايه؟ في جون تسبب فيه، في جونين، يعني في يمكن اول جونين. مباراه الجونين منه، يعني يمكن حجازي بيشارك معاه في الهدف الثاني، ولكن حجازي كان بعيد وبيلعب برضه بدنيا مش جاهز قوي، ولكن بيلعب بخبراته الكبيره. حجازي لعيب كبير وكمان بالقفز وبطوله والقفز طبعا. وطوله بيفرق. بس انا محمد عبد المنعم لو رجع من بدايه من غدا لمستواه الطبيعي اللي مع النادي الاهلي، اتوقع ان الدفاع هيتحسن كتير. ايه اللي مطلوب من الدفاع بكره؟ المساحات تبقى اقل. وبعدين مش الدفاع بس، احنا بنتكلم عن المنظومه كلها. ما الدفاع لما بيبقى وحش بيبقى معناه ان خط الوسط اللي قدامه ما بيدافعش كويس برضه، معناه ان المهاجمين ما بيضغطوش، وهي لازم الفرقه كلها تدافع بطريقه كويسه. فاتمنى ان المساحات تبقى اقل، اتمنى ان اللعيبه سريعه جدا، فما ينفع المساحات هتبقى مشكله، هيبقى في بقى كم انفرادات من لعيبه الكونجو على ابو جبل كتير جدا. فاتمنى ان بقول لك يضيقوا المساحات، يبقى في ثقه واحساس ان احنا منتخب مصر بقى، يعني نبتدي خلاص. بعيدنا كنا هدفنا ان احنا نوصل من المجموعه لدور ال 16، دلوقتي ما فيهاش تهريج، احنا نوك اوت. هتلعبي كويس هتكسبي، هتلعبي وحش هتخسري.